ملف سريع جدا وهو ملف بطوله السوبر الافريقي. البعض ينظر لهذه البطوله انها يعني مباراه واحده يا جماعه ومش عارف ايه، ما يعني ايه رايك يا استاذ محمد في بطوله كاس السوبر الافريقي؟ ان شاء الله ان النادي الاهلي هيكون طرفها يوم الاربعاء القادم. هي طبعا بطوله مهمه جدا، دي بطوله المباراه الواحده، بطوله يعني تتويج ليك على بطوله القرار في مواجهه بين بطل دوري الابطال وبطل الكونفدراليه. لا طبعا مباراه مهمه جدا، مباراه قويه جدا، وبطوله بتحسب ليك، وبطوله بتزيد رصيدك من نقاط سواء على المستوى الافريقي القاري او على المستوى العالمي لما تضاف لبطولاتك. فمهم جدا انك انت تبذل كل جهدك علشان تفوز بالبطوله دي في البطولات الكبيره اللي زي كده. لا تنظر لمستوى المنافسين حتى لو كان غير مناسب في الفترات العاديه، يعني البعض بيقول لك ان الرجاء المغربي في هذه المرحله بيمر بمرحله انكسار فني وتراجع وانخفاض كبير. يعني شفنا منتخب بالظبط، شفنا منتخب تونس لما وصل للمباراه النهائيه عمل ايه قدام الجزائر؟ صراحه عمل مباراه رائعه، انا مش متخيله كده، كنت متخيل منتخب الجزائر مثلا هيخلص بدري. ساك بغض النظر عن الهدف الثاني اللي جه، لان كانت الدنيا خلصت بالنسبه له يا صابت يا اثنين اهو، لكن عمل مباراه كبيره جدا وكان قاب قوسين او ادنى ان يسجل قبل الجزائر ويقدر. ليه؟ لان عنده دوافع كبيره جدا وعنده حماس كبير جدا. شفنا منتخب الاردن اللي فيه فرق كبير جدا بينه وبين منتخب مصر، تعبنا قد ايه قبل ما نحسم النتيجه. لبنان تعبنا. ففي كره القدم مفيش حاجه اسمها مباراه سهله او فرقه سهله، انا شايف ان هي مباراه صعبه جدا ومباراه تحتاج جهد كبير جدا من لعيبه الاهلي اللي عدد كبير جدا منهم مجهد بشكل كبير جدا الحقيقه بعد مجهد نفسي.